السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن نموذج الـ SVM Support Vector Machines. إن نموذج الـ SVM من النماذج المهمة والمفيدة جدا ومتعددة الاستعمالات في المشين ليرنينج، فهو قادر على القيام بالتصنيف الخطي Linear Classification وكذلك التصنيف غير الخطي Non-Linear Classification وأيضا الانحدار الخطي Linear Regression والانحدار غير الخطي Non-Linear Regression. فهو أحد أفضل النماذج في المشين ليرنينج، وإن نموذج الـ SVM يكون مناسباً لعمليات التصنيف المعقدة بشرط أن تكون مجموعة البيانات المستخدمة صغيرة أو متوسطة الحجم. في البداية سوف نتكلم عن الـ Linear SVM Classification، بمعنى استخدام نموذج الـ SVM في عمليات التصنيف الخطية. إن هذا المخطط يبين جزء من الـ Iris Dataset، حيث إنه قد تم استخدام الـ Petal Width Feature والـ Petal Length Feature من الـ Iris Dataset لتمثيل هذه النقاط، وإن النقاط الخضراء تنتمي إلى فئة معينة بينما النقاط الزرقاء تنتمي إلى فئة أخرى. أولاً سوف نقوم بفصلهما باستخدام خط مستقيم. لاحظ بأنه هذا الخط المستقيم قادر على الفصل ما بين هاتين الفئتين، وإن هذا الخط المستقيم يسمى بالديسيجن باوندري بمعنى حدود القرار، والذي على أساسه يمكننا أن نحدد هذه النقطة تنتمي إلى النقاط الزرقاء أو النقاط الخضراء. إن هذا الخط المستقيم جيد في عملية التصنيف لكنه ليس مثالي. فعلى سبيل المثال، لو كانت لدينا نقطة في هذا المكان وواقعاً كانت تنتمي إلى النقاط الزرقاء، لكن هذا الخط المستقيم سوف يصنفها على أنها تنتمي للنقاط الخضراء. ونفس الحالة هنا، لو كانت لدينا هذه النقطة هنا والتي واقعاً تنتمي للنقاط الخضراء، ولكن هذا الخط المستقيم صنفها على أنها تنتمي للنقاط الزرقاء. فنلاحظ هنا بأنه هذا الخط المستقيم ليس مثالياً في عملية التصنيف. لو قمنا بعمل خط مستقيم آخر لغرض التصنيف ما بين النقاط الزرقاء والنقاط الخضراء، فهذا الخط المستقيم أيضا يكون جيد في عملية التصنيف ولكنه ليس مثالي، ولنفس السبب الذي ذكرناه سابقا. الآن سوف نستخدم الـ SVM. الآن قد قمنا باستخدام نموذج الـ SVM على هذه البيانات، ولاحظ بأنه الـ Decision Boundary الخاصة بالـ SVM والمتمثلة بهذا الخط الأسود المستمر تكون أفضل من الـ Decision Boundary الخاصة بنموذج الخط المستقيم الذي رأيناه سابقا، وأن هذا الخط الأسود المستمر ليس فقط يقوم بعملية الفصل ما بين النقاط الخضراء والزرقاء، وإنما كذلك يحاول أن يبقى بعيدا عن هاتين النقطتين والذي تمثل النقاط التي يكون فيها الفئتين أقرب ما يمكن من بعضهما. فإذا أتت نقطة في هذا المكان والتي تنتمي واقعاً إلى النقاط الزرقاء، فإن خوارزمية الـ SVM سوف تصنفها على أنها تنتمي لهذه النقاط الزرقاء، بينما إذا أتت نقطة أخرى تنتمي واقعاً لفئة النقاط الخضراء، فإن نموذج الـ SVM سوف يصنفها ضمن النقاط الخضراء. يمكنك أن تعتبر نموذج الـ SVM هو عبارة عن طريق، وهذا الطريق يمكن أن يكون عريضاً أو أن يكون ضيقاً. فإذا قمنا بإضافة المزيد من البيانات في هذا المكان وفي هذا المكان، فلن يؤثر ذلك على عرض هذا الطريق، وإن حواف هذا الطريق تسمى بالميرجن، فهذا الخط المقطع الأحمر هو ميرجن، وخط المقطع الأحمر الآخر هو أيضاً عبارة عن ميرجن. وإن إضافة المزيد من البيانات التدريبية خارج هذا الطريق لن تؤثر على عرض هذا الطريق، وبالتالي لن تؤثر على حدود القرار والمتمثلة بهذا الخط الأسود، لأنه هذا الخط الأسود يحاول أن يتأقلم مع هذا الطريق فيكون في المنتصف. وإن عرض الطريق يعتمد على هذه الأمثلة التدريبية التي تكون متواجدة على حافة الميرجن أو الطريق، وتسمى هذه الأمثلة التدريبية التي تكون على حافة الطريق الخاصة بنموذج الـ SVM بالسبورت فيكتور. إن نموذج الـ SVM يكون حساس للقياسات الخاصة بالفيتشرز، فعلى سبيل المثال لدينا فيتشر والتي هي X1 تكون قياساتها من 0 إلى 80،
بينما الX نوت تكون من 0 إلى 6. فكما تلاحظ بأن القياسات للمحور العمودي تكون أكبر بكثير من القياسات للمحور الأفقي. ففي هذه الحالة عرض الطريق الخاص بنموذج SVM يكون قريب جدا للديسيشن باوندري والذي يتمثل بالخط الأسود. فإذا قمنا بتعديل هذه القياسات لهذه الفيتشرز باستخدام الستاندرد سكيلر من مكتبة السايكت ليرن، فلنجعل أولا قياسات الخاصة بالفيتشر X1 من ناقص 2 إلى 2، بينما القياسات الخاصة بالX0 من ناقص 2 إلى 2، بمعنى أنه قد قمنا بتوحيد القياسات الخاصة للفيتشر X1 وكذلك الفيتشر X0. لاحظ بأنه Decision Boundary في هذه الحالة تكون أفضل من الحالة السابقة، والطريق يكون أعرض من الطريق الذي كان سابقا، بمعنى أنه لو كانت لديك مجموعة بيانات ذات قياسات مختلفة لكل فيتشر، فيجب عليك أن تقوم بتوحيد هذه القياسات للحصول على أفضل تنبؤات من نموذج SVM. الآن سوف نقوم بتنفيذ خوارزمية SVM. أولاً من مكتبة scikit-learn سوف نقوم بتضمين SVC class from scikit-learn.svm-import-svc. من scikit-learn سوف نقوم بتضمين مجموعة البيانات from scikit-learn-import-datasets. سوف نقوم بتحميل الIRIS dataset. iris تساوي datasets.load-iris. بعد ذلك سوف نأخذ جزء من الفيتشرز الموجودة في الداتا ضمن الIRIS dataset والتي هي البتل length وكذلك البتل width، ونقوم بخزنها في المصفوفة X، ونقوم بخزن التارجت فاليو للأمثلة التدريبية في المصفوفة Y. ومن هذه الأمثلة التدريبية الموجودة في X سوف نأخذ فئتين من الأمثلة التدريبية، فئة الستوسا وكذلك الفيرس كولر. سوف نقوم بالتالي: ستوسا or فيرس كولر تساوي، نفتح الأقواس، Y تطابق الصفر أو Y تطابق الواحد، فناتج هذا يكون يا أما True أو False، وعلى أساسه يتم أخذ المثال التدريبي أو لا. في حالة كون الناتج True فسوف يأخذ المثال التدريبي، في حالة كون الناتج False لن يأخذ المثال التدريبي. عن طريق هذا المتغير سوف نستطيع أن نقوم بأخذ فقط الأمثلة التدريبية التي تكون سيتوسا أو Versicolor. فالX تساوي X، نفتح الأقواس، سيتوسا أو Versicolor. الآن قد قمنا بخزن الأمثلة التدريبية التي تنتمي إلى فئتين سيتوسا أو فيرسيكولر في المصفوفة X، وكذلك الحال مع الواي. الواي يساوي Y، نفتح الأقواس، سيتوسا أو فيرسيكولر. الآن قد قمنا بخزن التارجت فاليو للأمثلة التدريبية في المصفوفة Y. بعد ذلك سوف نقوم بتدريب الـ SVM model. فالSVM underscore classifier يساوي SVC، نفتح الأقواس، kernel تساوي linear فاصلة C تساوي float infinity. طبعا هذه الهايبر بارامتر الخاصة بالSVM model سوف نتحدث عنها لاحقا. بعد ذلك سوف يتم تدريب نموذج الSVM على هذه البيانات التدريبية والتي تحوي على أمثلة تنتمي إلى فئتين، يا أما فئة السيتوسا أو versicolor. فSVM classifier.fit، نفتح الأقواس، X فاصلة Y. بعد ذلك نقوم بعمل مصفوفة تتألف من صف واحد ومئتين عمود. فالX not تساوي MP.line space، نفتح الأقواس، 0.5.5.200، نغلق الأقواس. فأول عنصر في هذه المصفوفة هو الصفر، وآخر عنصر في هذه المصفوفة هو 5.5، وتزيد بمقدار 5.5 مقسوم على 199، فنحصل على 200 رقم من الصفر إلى 5.5، وذلك لأجل القيام بعملية رسم الخط المستقيم، ومن ثم نقوم بفرض بعض المعادلات الخطية للقيام بعملية التصنيف. Prediction 1 يساوي 5 في X0 ناقصا 20. Prediction 2 تساوي أن X0 ناقصا 1.8. Prediction 3 يساوي 0.1 مضروبة في X0 زائدا 0.5. طبعا جميع هذه النماذج ليست SVM وإنما نماذج خطية قد قمنا بفرضها. بعد ذلك نقوم بعمل دالة والتي سوف نسميها PLT SVC Decision Boundary، والهايبر بارامتر الخاصة بهذه الدالة هي SVM Classifier فاصل X Minimum فاصل X Maximum، الذي في داخل الدالة هو التالي: W يساوي SVM Classifier dot Coefficient، بمعنى أنه المعاملات الخاصة بنموذج الSVM سوف يتم خزنها في المتغير W.
ومن ثم ال B يساوي SVM classifier dot intercept. فسوف يتم خزن الانترسبت الخاص بنموذج ال SVM في المتغير B، حيث أنه الانترسبت هو عبارة عن ثابت في ال decision function والتي نستخدمها للقيام بعملية التصنيف. إن ال decision function في هذه الحالة تكون هذه هي معادلتها، والتي هي W not X not زائدا W1 X1 زائدا B، حيث أنه ال B هو الانترسبت بينما ال W not وال W1 هي ال weights أو الأوزان أو المعاملات الخاصة بالنموذج. فعند الديزيشن باوندري والذي يتمثل بالخط الأسود المستمر، هذه المعادلة سوف تساوي صفر. فسوف نقوم باستخراج الـ X1 والذي سوف يمثل الديزيشن باوندري. X1 يساوي ناقصا W0 مقسومة على W1 مضروبة في X0 ناقصا B مقسومة على W1، بينما الـ X0 تساوي MP.LineSpace نفتح الأقواس X minimum فاصلة X maximum فاصلة 200، والتي نحصل عليها عند استدعاء هذه الدالة. ومن خلال تعويض قيم الـ X0 في هذه الدالة سوف نقوم برسم الخط. وكما ذكرنا سابقا أنه الـ X1 هو نفسه الـ Decision Boundary، فالـ Decision Boundary يساوي ناقصا W0 مقسومة على W1 مضروبة في X0 ناقصا B مقسومة على W1، بينما الميرجن أو حافات الطريق تكون على بعد واحد مقسوم على W1 من الـ Decision Boundary. فيجب رسم حافة الطريق من جهة اليمين أو حافة الطريق العلوية الـ Grid Up تساوي Decision Boundary زائدا الميرجن، بينما لأجل رسم الحافة اليسرى أو الحافة السفلية للطريق الـ Grid Down تساوي Decision Boundary ناقصا الميرجن. بعد ذلك سوف نقوم بأخذ Support Vectors، وهي الأمثلة التدريبية التي تكون على حافة الطريق. SVS تساوي SVM Classifier dot Support Vectors. بعد ذلك سوف نقوم بإعطاء النقاط التي تعتبر Support Vectors بعض الألوان PRT.Scatter نفتح الأقواس SVS نفتح الأقواس colon فاصلة صفر نغلق الأقواس فاصلة SVS نفتح الأقواس colon فاصلة واحد نغلق الأقواس فاصلة S تساوي 180 فاصلة Face Colors يساوي اللون الوردي نغلق الأقواس. لاحظ بأنه الـ SVS هو عبارة عن مصفوفة والتي تحوي على عامودين بعدد صفوف يساوي عدد السبورت فيكتور بوينت، ولذلك وضعنا الكولون هنا بمعنى جميع الصفوف الموجودة ضمن الـ SVS. بعد ذلك سوف نقوم برسم الـ Decision Boundary نسبة إلى الـ X0. فالـ PRT.plot نفتح الأقواس X0 فاصلة Decision Boundary فاصلة K داش، بمعنى أنه يكون الخط بشكل أسود مستمر فاصلة Line Width يساوي 2. بعد ذلك سوف نقوم برسم الحافة العلوية للطريق PRT.plot نفتح الأقواس X0 فاصلة Gutter Up فاصلة K داش داش، بمعنى أنه الحافة العلوية للطريق تكون بشكل خط أسود مقطع فاصلة Line Width يساوي 2. بعد ذلك سوف نقوم برسم الحافة اليسرى أو السفلية للطريق PRT.plot نفتح الأقواس X0 فاصلة Gutter Down فاصلة K داش داش فاصلة Line Width يساوي 2. ومن ثم نقوم بتهيئة الفيجر PRT.figure نفتح الأقواس figure size يساوي 12.27، ومن ثم نكتب الآتي PRT.subplot 121، وذلك لعمل plot إضافي ضمن الفيجر. ومن ثم سوف نقوم برسم النماذج الخطية العشوائية التي فرضناها في البداية PRT.plot نفتح الأقواس x0 فاصلة prediction 1 فاصلة g داش داش فاصلة line width يساوي 2، بمعنى أنه هذا الخط يكون أخضر مقطع. بعد ذلك سوف نقوم برسم المعادلة الخطية التي تمثل النموذج العشوائي الثاني PRT.plot نفتح الأقواس X0 فاصلة prediction 2 فاصلة M داش فاصلة line width يساوي 2، وأيضا نقوم بنفس الأمر للنموذج الثالث PRT.plot نفتح الأقواس X0 فاصلة prediction 3 فاصلة R داش فاصلة line width يساوي 2. ومن ثم سوف نقوم برسم نقاط البيانات، ولكل نقطة نعطيها لون حسب الفئة التي تنتمي لها. في هذا الإعادة سوف نقوم برسم البيانات نسبة إلى Features الـ Pattern Length وكذلك الـ Pattern Width. فـ PRT.plot نفتح الأقواس X نفتح الأقواس colon فاصلة صفر نغلق الأقواس نفتح الأقواس Y تكافئ الواحد نغلق الأقواس. فهنا سوف نقوم بأخذ قيمة الـ Feature الأولى لكل الأمثلة التدريبية التي تنتمي إلى فئة الـ Versicolor فاصلة X نفتح الأقواس colon فاصلة واحد نغلق الأقواس نفتح الأقواس Y تكافئ الواحد. هنا سوف نقوم بأخذ قيم الفيتشر الثانية لكل الأمثلة التدريبية التي تنتمي للVerse Color فاصلة BS، بمعنى أنه
هذه البيانات تكون بشكل مربعات زرقاء. فاصلة label تساوي iris versus color. ونفس الأمر نقوم به للiris ستوسا. brt.plot نفتح الأقواس x، نفتح الأقواس column فاصلة صفر، نغلق الأقواس، نفتح الأقواس y تكافئ الصفر، نغلق الأقواس. بمعنى أنه سوف نقوم بأخذ قيم الفيتشر الأولى لكل الأمثلة التي تنتمي إلى فئة الستوسا. فاصلة x نفتح الأقواس كولون فاصلة واحد، نغلق الأقواس، نفتح الأقواس y تكافئ الصفر، نغلق الأقواس. بمعنى أنه سوف نقوم بأخذ قيم الفيتشر الثانية للأمثلة التدريبية التي تنتمي إلى فئة الستوسا. فاصلة y o بمعنى أنه هذه البيانات تمثل بشكل دوائر صفراء. فاصلة label تساوي iris ستوسا. بعد ذلك سوف نقوم بوضع x label لهذه الرسومات. plt.x label نفتح الأقواس petal length فاصلة font size يساوي 14، نغلق الأقواس. plt.y label نفتح الأقواس petal width فاصلة font size يساوي 14، نغلق الأقواس. وكذلك نقوم بوضع legend. plt.legend نفتح الأقواس location تساوي upper left فاصلة font size يساوي 14، نغلق الأقواس. بعد ذلك نقوم بتعيين حدود ال x axis وال y axis. plt.axis نفتح الأقواس من 0 إلى 5.5 يمثل x axis، فاصلة من 0 إلى 2 يمثل الواي أكسس. بعد ذلك سوف نقوم بعمل الرسم الآخر لنفس الفيجر. plt.subplot نفتح الأقواس 1 2 2، نغلق الأقواس. نقوم باستدعاء الدالة التي عملناها سابقا plot svc decision boundary، نفتح الأقواس svm classifier object فاصلة 0 فاصلة 5.5. الصفر تمثل الـ x minimum والـ 5.5 تمثل الـ x maximum للدالة. هنا سوف نقوم بتمثيل البيانات للرسم الثاني والذي يحوي على الـ SVM. وفي الرسم الثاني فقط سوف نقوم بوضع label لمحور الـ x-axis. plt.x label نفتح الأقواس petal length فاصلة font size يساوي 14، نغلق الأقواس. وأيضا نقوم بوضع الحدود للـ axis. plt.axis نفتح الأقواس من 0 إلى 5.5 يمثل محور الـ x-axis، فاصلة من 0 إلى 2 يمثل محور الـ y-axis. ونقوم بخزن هذا الفيجر ومن ثم نقوم بعرضه plt.show. وهذا نفس الشكل الذي شرحناه سابقا. الآن سوف نتحدث عن sensitivity to feature scales. بالبداية سوف نقوم بعمل array xs تساوي np.array، نفتح الأقواس 1.50 هذا هو الصف الأول، 5.20 الصف الثاني، 3.80 الصف الثالث، 5.60 الصف الرابع في هذه المصفوفة. dot as type نفتح الأقواس np.float 64 هذا هو الـ data type. بعد ذلك الـ ys تساوي np.array، هذه الـ array تحوي على صف واحد بأربعة أعمدة 0.0.1.1. بعد ذلك سوف نقوم بعمل svm classifier object تساوي svc، نفتح الأقواس kernel تساوي linear فاصلة c تساوي 100. ومن ثم نقوم بتدريب نموذج الـ SVM svm classifier.fit، نفتح الأقواس xs.ys. لاحظ في المصفوفة xs التي تحوي على الفيتشر بأنه قيمة الفيتشر الأولى تكون 1 وكذلك 5 و 3 و 5، بينما قيمة الفيتشر الثانية تكون 50 20 80 60. فتلاحظ أن المقاييس الخاصة بالفيتشر تكون مختلفة بشكل كبير. بمعنى أنه نموذج الـ SVM هذا قد قمنا بتدريبه على features ذات قياسات مختلفة. الآن سوف نقوم بتهيئة الفيجر. plt.figure نفتح الأقواس figure size يساوي 12.3.2، نغلق الأقواس. plt.subplot نفتح الأقواس 121 هذا هو الرسم الأول. plt.plot نفتح الأقواس xs، نفتح الأقواس colon فاصلة 0، نغلق الأقواس، نفتح الأقواس ys تكافئ الواحد، نغلق الأقواس. بمعنى أنه سوف نقوم بأخذ قيم الفيتشر الأولى لكل الأمثلة التدريبية التي تكون فيها الـ y تكافئ الـ 1. فاصلة xs نفتح الأقواس colon فاصلة 1، نغلق الأقواس، نفتح الأقواس ys تكافئ الـ 1، نغلق الأقواس. بمعنى أنه سوف نقوم بأخذ قيمة الفيتشر الثانية للأمثلة التدريبية التي تنتمي إلى فئة الـ 1. فاصلة bo بمعنى أنه سوف تكون تمثيل البيانات بشكل دوائر زرقاء. وكذلك prt.plot نفتح الأقواس xs، نفتح الأقواس colon فاصلة 0، نغلق الأقواس، نفتح الأقواس ys تكافئ الصفر، نغلق الأقواس. فاصلة xs نفتح الأقواس colon فاصلة 1، نغلق الأقواس، نفتح الأقواس ys تكافئ الصفر، نغلق الأقواس. فاصلة ms. بعد ذلك نقوم باستدعاء الدالة التي عملناها سابقا
plot SVC decision boundary نفتح الأقواس SVM classifier object فاصلة صفر فاصلة ستة والتي تمثل X minimum وال X maximum. بعد ذلك نقوم بعمل label لمحور ال X axis وكذلك المحور ال Y axis ونقوم بعمل title prt.title unscaled font size يساوي 16 وكذلك نقوم بوضع حدود للمحاور prt.axis نفتح الأقواس من 0 إلى 6 محور ال X axis ومن 0 إلى 90 محور ال Y axis. ومن ثم سوف نقوم بتضمين الـ Standard Scaler class from scaler.preprocessing import Standard Scaler. فنقوم بعمل Object لهذا الكلاس Scaler تساوي Standard Scaler class. ومن ثم الـ X Scaled تساوي scaler.fittransform للـ XS. بعد ذلك نقوم بتدريب النموذج على الـ X Scaled بمعنى البيانات التي قمنا بجعل مقاييسها متساوية svm classifier.fit نفتح الأقواس x scaled فاصلة ys. ومن ثم نقوم بعمل رسم آخر plt.subplot 1 2 2 نقوم برسم البيانات بعد أن تم تعديل مقاييسها plt.plot نفتح الأقواس x scaled نفتح الأقواس column فاصلة صفر نغلق الأقواس نفتح الأقواس ys تكافئ الواحد نغلق الأقواس فاصلة x scale نفتح الأقواس colon فاصلة واحد نغلق الأقواس نفتح الأقواس ys تكافئ الواحد نغلق الأقواس فاصلة bo نغلق الأقواس. وكذلك الحال هنا plt.plot نفتح الأقواس x scale نفتح الأقواس colon فاصلة صفر نغلق الأقواس نفتح الأقواس ys تكافئ الصفر نغلق الأقواس فاصلة x scale نفتح الأقواس colon فاصلة واحد نغلق الأقواس نفتح الأقواس ys تكافئ الصفر نغلق الأقواس فاصلة ms نغلق الأقواس. نقوم أيضا باستدعاء الدالة التي عملناها سابقا لرسم نموذج الـ SVM plot SVC decision boundary نفتح الأقواس SVM classifier فاصلة ناقص 2 فاصلة 2 نغلق الأقواس. ومن ثم نقوم بعمل label لهذا الرسم ونقوم بعمل title scaled وفي النهاية نقوم بوضع حدود للـ axis plt.axis من ناقص 2 إلى 2 هذا محور الـ x axis ومن ناقص 2 إلى 2 محور الـ y axis ونقوم بخزن هذا الفيجر ويكون هذا هو الشكل الناتج والذي تكلمنا عنه سابقا. شكرا لحسن الاستماع.